الرحمن الرحيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. خبز مقدم إن شاء الله بنية الشفاء للأخت زينب إمام من مصر. اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما. اللهم آمين يا خير. وتستمر بنا الحياة بكل ما فيها، وكأنه اللهم اشفي أخت زينب شفاء لا يغادر سقما. اللهم احفظها من كل شر وسوء. الحياة بكل ما فيها، وكأنها درس يردد كيف نحياها ونحييها. الناس للناس ولا منا من استطاع.